تقدر تسميهم كل شيء إلا صحفيين؟ لا. كان بالماضي ذكي ويحب الخير للكرة الجزائرية. وطعن في وطنية جمال بالماضي، أنه جمال بالماضي ما يحبش الجزائر. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. في هذا الفيديو للأسف الشديد راح نتكلموا على صحافة العار. اسمعوا معنا مستوى الصحفيين ونراه من بعد ما يجاوبش الحال ويقول لك علاش تقولوا لنا صحافة العار ويتقلقوا. اسمعوا معنا هذا المستوى. واحد يشكك في وطنية المدرب، واحد يخون المدرب، واحد يتكلم في أعراض المدرب. صراحة ناس أمرهم غريب بأتم معنى الكلمة. ما نقولكش أنهم بعيدين كل البعد على الصحافة، بعيدين كل البعد على الإنسانية، بعيدين على البعد كلهم على أنهم أناس عاقلين. هادو ناس مهابل، ناس مجانين بأتم معنى الكلمة. مثل ما حدث في كوت ديفوار، سي نفس السيناريو كنا قادرين نعيده في المنتخب الوطني. لو كان بالماضي ذكي ويحب الخير للكرة الجزائرية ويحب الخير المستقبل الكرة الجزائرية بعد مشواره على رأس العريضة الفنية، كنا قادرين نشوفوا أنه مدرب يقود ماجد بوغراب بشكل بسيط بشكل سلس. شوف، لو كان جاء جمال بالماضي يحب الجزائر، هنا تاع أنه طعن في وطنية جمال بالماضي، أنه جمال بالماضي ما يحبش الجزائر. لو كان جاء جمال بالماضي ما يحبش الجزائر، علاش يجي يدرب الجزائر؟ راح تقول لي مثلا على الاموال، الاموال اللي كان يتقاضاها جمال بالماضي في قطر اضعاف واش كان يتقاضاها حاليا في الجزائر. زائد على ذلك، شكون جاب كاس افريقيا للجزائر؟ اليس جمال بالماضي؟ اليس بقدوم جمال بالماضي انتوما كصحفيين واغلب الجماهير الجزائري ولا تتابع المنتخب الجزائري ولاو يتنقلوا معاه ولاو يتكلموا عليه، ماشي جمال بالماضي اللي رجع القيمه للمنتخب الجزائري وعلى المستوى؟ ماهوش جمال؟ ياك اكيد جمال بالماضي. كيفاش تقول لي انه جمال بالماضي ما يحبش الخير للجزائر وتطعن في وطنيه جمال بالماضي؟ صراحه عيب وعار باتم معنى الكلمه. هذا يدل على قله الاحترام، على قله الاحترافيه. من المفروض انك تدعي انك صحافي ومريح في بلاطو، يعني تتقن انك تخير الكلمات اللي هما يناسبوا باش تتكلم بهم، مش غير ارواح وهدر فقط. عيب وعار صراحه انك تطعن في مدرب وفي وطنيته. زائد واش تكلم هذا الصحفي قال انه جمال بالماضي كان قادر يخلي مكانته لماجد بوقرة. علاش جمال بالماضي هو اللي يعين المدربين؟ هل جمال بالماضي هو المهتم ويعين المدربين؟ ياك انت صحافي وتعرف بلي الاتحادية ورئيس الاتحادية هما اختصاصهم انه باش يعينوا المدرب وليس جمال بالماضي. كيف جمال بالماضي بين ليلة وضحاها يروح هو ويعيط لبقرة؟ اسمع بقرة اروح روم بلاصي لي عوضني. شنو هذا المستوى؟ ما فهمتش الناس كيفاش يفكروا، والله ما فهمتش كيفاش يفكروا، وما فهمتش هاد الاشكال كيفاش يجيبوهم يحطوهم في البلاطوهات باش يبقاو يتكلموا. والله ما عندهم مستوى. يعني توالي مدربين يكون بشكل سلس، ما تكونش فوضى في الاعلام، ما تكونش فوضى كثيره في مجال المدربين، وكل كل طير يلغى بالغاء ان صح التعبير فيها. كل طير يلغى بالغاء. والله انتوما ماشي طيور، انتوما كلاب، كل واحد ينبح بنباحه. انتوما ماشي طيور على كل حال. شوف كي جيت عارف شبه هاد الفوضى ما تكونش الفوضى، شكون راهو دايرها؟ هاك هدرتها بلسانك، دارتها الصحافة، وانتوما راكم دايرين هاد الفوضى والبلبلة وهاد المشاكل كلها. حتى عندما كان المنتخب الجزائري في انتصارات ونفوزوا في المباريات مباراة بمباراة وكنا نلعب بشكل جيد وكان المنتخب في مستوى عالي، كنتوا تحاربوا المنتخب الجزائري، كنتوا دائما تحاولوا تخلقوا المشاكل. علاش؟ لانكم اعداء
ليس لي جمال بالماضي او للمنتخب الجزائري، بالنسبه لي اعداء للجزائر. انتوما ماشي جزائريين بالتصرف تاعكم، من بعد تجي تطعن في وطنيه جمال بالماضي. ارتقوا، ارفعوا المستوى، صراحه مستواكم راهو في الحضيض. كنا ادوات صحفيه، فهمني انت ملي جاب بالماضي لاخر اثنين ولا كل ندوه صحفيه فوضى فيها. فوضى عارمه، ولا واحد جاء يوم قال له كيفاش لعبت وعلاش بدلت هذا وعلاش دخلت هذا واش من سيستم لعبت وعلاش ما ضغطتش وعلاش ما لعبتش لتحت وعلاش ما لعبت مرتده. ندوات صحفيه كلها تجريح. سالوه من قبل؟ سمعتوا معنا، الندوات الصحفيه كلها تجريح، والصحفيين اللي كانوا يجوا في الندوات الصحفيه كنا نشوفوا التصرفات السبيانيه والطفوليه اللي كانوا يديروها. تليفون بالعاني خليوه، كل مره تعاود الحكايه باش جمال بالماضي كلاشيهم وهما يكلاشيو بالماضي وينشروا هذاك الفيديو عندهم ويديروا البوز لا اكثر ولا اقل، باش تعرفهم عقولهم صغيره جدا ومحدوده. من المفروض حسب ما نشوف وحسب ما نعرف في العالم كله، صحافه تاع بلد تناصر مدرب تاع بلدها، توقف مع المدرب تاع بلادهم، ماشي حاربوا مدرب بلادهم. الاسئله اللي تكون مستفزة اطرحها لمدرب المنافس ليك مش لمدربك. المدرب بتاعك تحفزه، تشكره، توقف معه، تنتقده في انتقادات البناءة باش يطور، ولا تتكلم معه في أمور تاع تكتيك، ولكن هما لا يتكلموا لا تكتيك ولا كرة قدم لأنهم لا يفقهون ولا شيء في الكرة، ما عندهم أي علاقة. ناس دخلاء لا أكثر ولا أقل، يجيوا للندوات الصحفية باش يديروا المشاكل، باش يديروا الفوضى، ناس تاع فوضى. عيب، والله عيب، والله عيب. كي نشوف أنا صراحة الصحافة المصرية أو أي صحافة تاع بلد آخر كيفاش يوقفوا مع منتخب بلادهم وكيفاش يوقفوا مع اللاعبين تاعهم، صراحة تغير يا صديقي. احنا في الجزائر من غدوة باش تلعب مباراة مهمة ومباراة خاصة باش تأهلك، الصحافة تاعك تسب فيك وتمنشر فيك والمشاكل والاستفزازات، ومن بعد يقولك فشل، كدا ما نجحش. كيفاش راك حاب مدرب او لاعبين ينجحوا في هذا الجو العام المليء بالفوضى؟ فوضى في فوضى. تخيل معايا صديقي، شكون هو المدرب، زي ما هو يجيبوا مدرب جديد، شكون هو المدرب اللي بعقله وبكل قواه العقلية باش يجي يدرب الجزائر مع هاد الصحفيين ومع هاد الناس الموجودين؟ ربي يعينه صراحة وربي يكون معاه، لأنها مهمة صعبة 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 جدا. راح تحارب أعدائك اللي البرة، وراح تحارب الخونة اللي هنا، وتحارب كل الناس كأنها حرب من أجل البقاء. عيب وعار، والله العظيم. تقدر تسميهم كل شيء إلا صحفيين؟ لا.